محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها Physiology of Gastric Motility. Physiology of Gastric Motility زي ما احنا متعودين دايما ببدأ بيه Introductory Case. واضح من الصورة إن في شخص هو حاسس بإيه؟ بألم في الأبدومين. الحالة بتقول إيه؟ A 34 year old man، واحد عنده 34 سنة بيعاني من سيفير أبدومينال بين ونوزيا وفوميتنج، والحالة شخصت بعد الفحوصات اللازمة في أكيوت أبندسايتس. يعني في سيفير بين أدى إلى حاجة اسمها نوزيا وفوميتنج. اكتشف إن في التهاب في الزائدة اللي عنده، زائدة الدودية. أنا اللي يهمني النهاردة اللي أنا حاطه له بالأحمر ده، اللي هو في سيفير أبدومينال بين ادى الى حاجه اسمها فوميتنج. ده من ضمن اهداف المحاضره ان انا اعرف يعني ايه فوميتنج واسبابه والميكانيزم بتاعته. النهارده نتكلم في المحاضره وفي اخرها نشوف فهمنا الحاله ولا ما فهمناش. من الحاله بطلع بليرنينج اوبجكتيفز، ايه الاهداف بتاعتي؟ اول حاجه ديسكرايب تايبس اوف موفمنتس اوف ذا ستومك، ثم انيوميريت فاكتورز افكتنج جاستريك ايميتنج، ثم define vomiting and list its cause، ثم describe vomiting reflex واكسبلين the mechanism of vomiting، واخيرا enumerate effects and complications of vomiting. نبدا بالجاستريك موتيليتي. واضح كده ان انا هتكلم في موضوعين كبار النهارده، الجاستريك موتيليتي والفوميتنج. الجاستريك موتيليتي نبدا بها، هتكلم في ايه على الجاستريك موتيليتي؟ محتاج اتكلم على الفيلنج اند ستورج اوف فود از ا فانكشن للاستومك، ثم هتكلم على البيزك الكتريكال ريز اللي انا بقول عليها جاستريك سلو ويفز، ثم التايبس اوف موفمنتس اوف ذا ستومك، ثم ريجيوليشن اوف جاستريك موتيليتي نيرفس ريجيوليشن، ثم الفاكتورز افكتنج جاستريك ايميتنج. الحاجات كلها الحاجات المهمه جدا. لو بدات ب الفيلنج اند ستورج اوف فود ان ذا ستومك، ذا ستومك اكوموديتس اب تو 1 لتر اوف فود ويزاوت انكريز ان انترا جاستريك بريشر. يعني المعده ممكن تخزن لقد ايه؟ لتر من الاكل من غير ما يزيد الانترا جاستريك بريشر. طب ليه ما بيزيدش الانترا جاستريك بريشر على الرغم من ان المعده ممكن تنتلب ربع لتر نص لتر ثلاث ارباع لتر لتر اكل؟ ليه؟ بسبب ايه؟ سمات خاصه بالسموس ماسل اوف ذا ستومك. خدناها واحنا بنتكلم في الفسيولوجي اوف سموس ماسل، حاجه اسمها البلاستيسيتي اوف جاستريك وول، ابيليتي اوف ذا جاستريك وول تو اكوموديت فود وزود انكريز ان انترا جاستريك بريشر. دي سمه مميزه للسموس ماسل. تاني حاجه ريسبتيف ريلاكسيشن، ان الماده بتريسيف الفود باي ريلاكسيشن، فبالتالي ما يزيدش انترا جاستريك بريشر. تالت حاجه اسمها لو اوف لابلاس، او بقول عليها لابلاس لو. ايه لابلاس لو ده؟ الاول قبل ما اقول لابلاس لو برجع تاني للبلاستيستا، اهي معناه ان في ديستنشن في الجاستريك وول causes dilatation without increase in intragastric pressure. يعني ان يحصل distension للجاستريك وول بالستومك وول، او الستومك بيحصل له dilatation without increase in intragastric pressure. طب لو في لابلاس او لابلاس لو بيقول لي ايه؟ ان الانتراجاستريك بريشر بيساوي 2 في التنشن ان ذا جاستريك وول على الراديوس اوف ذا ستومك. اهو بلس لو البريشر يساوي 2 في الوول تنشن على الريديس نص القطر. طيب القانون بيقول لي ايه؟ ان البريشر بيساوي 2 في التنشن على الريديس، يعني انكريز انترا جاستريك بريشر. لو زاد الانترا جاستريك بريشر هي انكريز، هيؤدي الى انكريز الريديس. اهو لو زاد، احنا دلوقتي الايمت ستون، لو بدا الاكل يدخل للمعده هيزيد الايه؟ الراديوس. With less increase in the tension in the gastric wall، وبالتالي هيقل الانترا جاستريك بريشر توورد نورمال. يبقى في البدايه كده عشان افهم اللابلاس لو، لو المعده فاضيه اهي وبدا يدخل الاكل للمعده، الراديوس بتاع الايه؟ نص القطر هيزيد، الراديوس بتاع المعده هيزيد.
يبقى اول حاجه هيزيد انيشيالي، هيزيد الانترا جاستريك بريشر، فهي هيبقى مصحوب بزياده في الراديوس، وذ مايلد انكريز ان ذا تنشن ان ذا جاستريك وول، فالنتيجه ان هيقل الانترا جاستريك بريشر توورد نورمال. يبقى بص، وول تنشن اند ريديوس انكريز بروبورشنتلي، وبالتالي البريشر ستي كونستنت. يبقى ده لابلاس ضرب حفظ القانون، البريشر يساوي 2 في الوول تنشن على الريديوس. يبقى انا كده اتكلمت على اول حاجه عندي الفيلنج اند ستورج اوف فود ان ذا ستومك. طب تاني حاجه، حاجه اسمها بيزك الكتريكال ريزم، او بقول عليها جاستريك سلو ويفز. البيزك الكتريك ريزم او جاستريك سلو ويفز حاجات مهمه جدا تصير كتير ام اس كيو، محتاج اعرف ديفينيشن النيتشر بتاعتها، ستارت فين، الريت بتاعها ايه، هل هي اكشن بوتنشال ولا لا، وايه الفاكتورز افكت، مهمه جدا. اما انا تيجي سؤال قصير، البيزك الكتريكال ريزم اوف ذا ستومك او الجاستريك سلو ويفز، اول حاجه ديفينيشن. الجاستريك سلو ويفز او البيزك الكتريك ريزم من الاسم حتى، ده في ريزم، في ريجولار الكتريكال اكتيفيتي اندر بيزر كونديشن، ده يعني من الاسم جاستريك سلو ويفز، يبقى في ويفز سلو ان نيتشر في الاستوب، يعني ديفينيشن عباره عن انهيرنت كونتينوال سلو انترنسك الكتريكال اكتيفيتي، يعني في سلو انترنسك الكتريكال اكتيفيتي ذات ار انهيرنت، يعني متوارثه وكونتينوس، بسميها سلو ويفز، ودي اللي بتعمل اكسيتيشن للسموث ماسل اوف ذا ستومك. اهي لما ابص عندي ادي السلو ويفز اهي في الريستنج ستيت، في البيزر كونديشن بلاقي الممبرين از انستيبل، يعني ما هوش ايه، مش بيز مش مش بيز لاين كده، لا مش ايزو الكتريك لاين، لا ده ايه، في سلو ويفز اهي، في انترنسك اكتيفيتي في السموث ماسل. هل هي اكشن بوتنشال وصلت لفارنج ليفل؟ لا، لو وصلت للفارنج ليفل ممكن تعمل اكشن بوتنشال، تعمل سبايك. يبقى الديفينيشن ات از انهيرنت كونتينوال سلو انترنسك، انترنسك حط تحت 1000 خط، انترنسك انترنسك الكتريكال اكتيفيتي، يعني نوت ديبندنت اون نيورونال كنترول ولكنها مايوجينيك بروبرتي، نوت نيوروجينيك بط مايوجينيك بروبرتي، صفه متاصله في السموس ماس. انترنسك الكتريكال اكتيفيتي كولد سمو سلو ويفز ذات اكسايت سموس ماسل اوف ذا ستومك، طبيعتها ايه؟ توكز سبونتينيوسلي، ذاتيا ذاتيا مايوجينيك بروبرتي، انا صفه متاصله في السموس ماس. طيب بتبدا فين البيزك الكتريك ريزم او الجاستريك سلو ويفز؟ بتبدا في الميد بوينت اوف جريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك. انا عارف ان المعده لها جريتر كيرفيتشر وليسر كيرفيتشر، بص على الصوره دي كده، انا عندي هنا ادي المعده اهي، ادي الليسر كيرفيتشر وادي جريتر كيرفيتشر، جزء ده جريتر كيرفيتشر، في الميد بوينت هنا كده بيبتدي البيزك الكتريك ريزم، يبقى في الميد بوينت اوف جريتر كيرفيتشر، وبعتبرها البيس ميكر اوف ستومك. طب الريت بتاعها هيتحفظ من 3 ل 5 سايكلز بير مينت نتيجه ايه؟ بارشال ديبولاريزيشن اوف سيركولار سموث ماسل ان ذا ستومك وول. يعني انا عندي المعده اهي بتبتدي في الميد اوف ميد لاين او ميد بوينت اوف جريتر كيرفيتشر بيس ميكر بوينت، بيبقى عندها البيزك الكتريك ريزم. الريت بتاعها زي ما قلنا كام؟ من 3 ل 5 سايكلز ديو تو ايه؟ بارشال 3 ل 5 سايكل بير مينت due to partial depolarization. هي partial depolarization مش complete depolarization، ما وصلتش للفارنج ليفل، السلو ويف في الريستنج ستيت. يعني انا اقدر اقول ان السلو ويف بعتبرها مجازا اللي هي الايه؟ الريستنج ستيت او الريستنج ميمبر بوتنشال وانستيبل في السموث ماسل في الجي اي تي، اللي هو هيدي منشا لايه؟ لو وصل للفارنج ليفل للسبايك بوتنشال، يبقى 3 ل 5 سايكل بير مينت due to ايه؟ partial depolarization of circular smooth muscles in the stomach ايه؟ in the stomach wall. طب هل هما البيزك الكتريك ريزم هي في حد ذاتها اكشن بوتنشال؟ لا، زي اربط اكشن بوتنشال. But can initiate it، يعني ممكن تتحول لاكشن بوتنشال. If they reach a threshold value اللي هي الفايرنج ليفل. Some waves cause spike potential which causes peristalsis، يعني لما ابص كده لو وصلت للفايرنج ليفل ده ريستنج ستيت اهي. Less low waves، basic electric ريزم. لو وصلت للفارنج ليفل تعمل سبايك بوتنشال،
عملت كومبليت ديبولاريزيشن اهي، وديت اللي هتنشيت الايه؟ البريستاليسيز موفمنت ان ذا ستومك. طب فاكتورز افكتنج، ايه اللي زود البيزك الكتريك ريزم وايه اللي قلله؟ الفيجل ستيميليشن والجاسترين هرمون انكريز سبايك بوتنشال ريت، هيزودوا البريستاليس اهي. لما بص كده لما نوصل للفارج ليفل وبدا يبقى في سبايك، هلاقي ان اللي هيزود السبايك بوتنشال الاستايل كولين، الباراس باسومايميتك، الفيجال ستيميليشن، الاسترتش، الهرمون الجاستري، كل دول هيزودوا لي الديبولاريزيشن، هيزودوا لي سبايك بوتنشال، هيزيد البريستاليس. على النقيض ايه اللي يعمل انهبيشن للسبايك بوتنشال؟ السلو ويفز، السمباثاتيك ستيميليشن، النور ابينفرين، السمباثو مايميتك، لان كل دول هيعملوا لي هايبر بولاريزيشن. يبقى السمباثاتيك ستيميليشن والهرمون اللي هو السكريتين ده بيقلل السبايك بوتنشال ريت، فيقلل لي البريستاليس. يبقى ديت ايه؟ البيزك الكتريك ريزم ريجاردنج ديفينيشن نيتشر، بتبدا فين؟ الريت بتاعها ايه؟ هل هي اكشن بوتنشال ولا لا؟ وايه هي الفاكتورز افكتنج ات؟ طيب ايه هي التايبس اوف موفمنتس اوف ذا ستومك؟ عشان لو اتسالنا سؤال ايه هي التايبس اوف موفمنت اوف ستومك؟ ممكن تسال سؤال قصير كده، تايبس اوف موفمنتس اوف ستومك. اول حاجه في حاجه اسمها تونيك جاستريك ويفز، ثم حاجه اسمها هانجر كونتراكشنز، ثم ريسبتيف ريلاكسيشن، واخيرا البريستاليتيك موفمنت. تونيك جاستريك ويف، كلمه تونيك يعني ايه؟ يعني في كونتينوس جاستريك ويفز. نحتاج اعرف في التونيك جاستريك ويفز ديفينيشن الريت بتاعها ايه؟ الانسيدنس بير سايت الفانكشن. اول الديفينيشن من اسمها تونيك جاستريك ويفز، يبقى هي عباره عن ايه؟ ريجولار ويك كونتراكشنز اوف ذا ستومك. تونيك يعني في ريجولار كونتينوس موفمنت، يبقى تونيك جاستريك ويف عباره عن ريجولار ويك كونتراكشنز اوف ذا ستومك، الريت بتاعها 3 ويفز بير مينيت، مساوي للايه؟ للريت بتاع مين؟ البيزك الكتريك ريزم 3 ل 5، دي 3 ويفز بير مينيت. الانسيدنت بتحصل فين؟ التونيك جاستريك ويف بتحصل هل في الايميت ستومك ولا في الفول ستومك؟ لا، في الايميت ستومك، المعده الخاويه من الطعام. ومكانها مين اللي فين؟ في البروكسيمال يونت، اللي هي فين؟ في الفانبس اند بودي اوف ذا ستومك. الفانكشن بتاعها ايه؟ زي مينتين انترا جاستريك بريشر. المعده لما تكون فاضيه وما فيش موتيليتي وما فيش تون، البريشر في الايه؟ في المعده ينزل. لكن نتيجه وجود تون، تون الجاستريك ويفز في البروكسيمال سيجمنت اوف ذا ستومك، هتحافظ على الانترا جاستريك بريشر. مش كده وبس، التونيك جاستريك ويفز بتعمل ميكسنج اوف جاستريك سكريشن وذ فود، يعني لو في اكل بسيط في المعده هتعمل ايه؟ ميكسنج. لا طب واحد يقول لي طب انا بقول على ايميت ستومك، انا عندي دلوقتي لو البروكسيمال سيجمنت ايميتي وفي بقايا اكل بسيط في تحت في الديستال سيجمنت، فالتونيك جاستريك ويفز ده هي اللي بتبقى موجوده في الايميتي بارت اللي هو البروكسيمال بارت، فاندس والبادي بتعمل ميكسنج للجاستريك سيكريشن مع فود، مع اللي هتمشي اللي موجوده فين؟ في الديستال سيجمنت، ما بتبقى موجوده هنا في البروكسيمال سيجمنت. حركه الايه؟ الاستومك بتحرك الفود جواه، فيحصل ميكسنج للجاستريك سيكريشن ويز ايه؟ ويز فود. يبقى التونيك جاستريك ويفز، عرفنا ديفينيشن، عرفنا الريت، عرفنا الانسيدنس، عرفنا السايت، عرفنا الفار. تاني حاجه عايز اعرفها الهانجر كونتراكشنز. الهانجر كونتراكشنز يهمني اعرف السايت، الكاركترز والميكانيزم. الهانجر كونتراكشن بتحصل نير دي فاندس، يعني في المدخل كده بتاعت الاستومك. يبقى انا لحد دلوقتي تور جاستريك ويفز بتحصل في الفاندس والبادي، الهانجر كونتراكشن في الفاندس. الهانجر كونتراكشن اللي هي ايه؟ اللي هي المغص والقبضات المعده نتيجه الجوع ده، زي ستارت سلولي، بتبدا بطيئه، then increase gradually causing titanic contraction for 2 minutes، يعني بتحس بعصر كده في كونتراكشن بتستمر دقيقتين. الواحد يكون صايم في بدايه اليوم كده بتلاقي بطنك بدات تعصر شويه شويه، تزيد في خلال دقيقتين
تبدا بقى في تيتانيك كونتراكشن. Then disappear and reappear in the next feeding time to reach maximum intensity in 3 ل 4 days. يعني لو واحد في مجاعة مفيش أكل صحر، أول يوم في ميعاد الأكل يعني مثلا هو ما أكلش مثلا بقاله 6 ساعات هيبدأ يحس بإيه؟ هيبدأ يحس بـ gradual increase in gastric contractions، تعمل لي تيتانيك contractions تزيد، بعد كده تختفي، والوقت اللي بيتعود انه ياكله بعد ياكل بعد كده فيه، يعني مثلا حصل ده في الفطار، هو بيتعود انه ياكل في الغداء الساعه مثلا 4، هيجي الساعه 4 هيبدا يحس بنفس الحكايه. والحكايه دي تزيد جدا وتبقى ماكسيمم في خلال 3 ل 4 ايام لو هو مستمر وما كلش. زين جرادولي ديسابير، بعد كده ايه؟ ها؟ تختفي due to decreased sensitivity of feeding center to hypoglycemia. الواحد لما بيكون جعان ما كلش بيحصل هايبوجلايسيميا، الهايبوجلايسيميا هي دي اللي بتعمل لي contractions of the ايه؟ of the stomach. وبتوصل بقى للطب في خلال 3 ل 4 ايام من الهانجر، جوع ما تاكلش. بعد كده بدا يقل، اختفت نتيجة ايه؟ خلاص الشيء اللي بيزيد عن حده بتقلب لضده. انا كانت الهايبوجلايسيميا كانت بتزود لي الهانجر كونتراكشن، لا بعد كده حصل السنسيتيفيتي اوف ذا فيدنج سنتر للهايبوجلايسيميا خلاص قلت. طب الميكانيزم ايه؟ الهانجر كونتراكشن ميكانيزم، قال لك خلي بالك فاستنج فور 12 او لما الواحد يصوم 12 ساعة كوزز هايبوجلايسيميا، الجلوكوز هينزل هيقل في الدم. Which stimulates the feeding center in the hypothalamus. الفيدنج سنتر لما يبقى مستثار هيعمل الآتي. هيبعت impulse to the limbic cortex causing hunger sensation. الليمبيك لوب أو الليمبيك كورتكس أو يتقال عليه باليو كورتكس أو الراينو كورتكس ده مسؤول عن البيهيفير سنسيشن. وبيستقبل الإحساس أو بيعرفنا الإحساس بالإيه؟ بالهانجر. يبقى الامبلس اللي هتروح للليمبيك سيستم هتعرف ان في هانجر سنسيشن. الفيتيجي سنتر هيبعت برضك ومضات عصبيه للفيجال نيوكلس فين؟ في المظله اوبلونجات. هيؤدي الى ايه؟ هانجر سترونج بينفول كونتراكشن نيرز فاندس. من خلال ايه؟ وصلت عن طريق فيجاس نير اللي بيطلع استايل كولين. الاستايل كولين هيروح على الاستومك هيعمل لي هانجر سترونج بينفول كونتراكشن. وبالتالي لو انا قطعت الفيجاس او حقنت اتروبين اللي هو ايه؟ ماسكارينيك ريسبتور بلوكر، هيابولش هانجر كونتراكشن بات نوت هانجر سنسيشن، لان الهانجر سنسيشن مسؤول عنه الومضات العصبيه اللي بتروح للليمبيك كورتكس. فالفيجاس نيرف اما قطعه مش هيأثر، ولو اديت اتروبين مش هيأثر، لكن اللي هيأثر ايه؟ هيأثر الهانجر كونتراكشنز، هيتاثر بالفاجوتومي ان انا اقطع الفيجاس نيرف، وهيتاثر بالاتروبين انجكشن. ليه؟ لان ده بيتم عن طريق فيجال سبلاي بيريليز استايل كولين. يبقى ديت الميكانيزم اوف هانجر كونتراكشن. طيب يبقى انا دلوقتي وانا بتكلم في التايبس اوف موفمنتس اتكلمت على التونيك جاستريك ويفز، على الهانجر كونتراكشنز، على الريسبتيف ريلاكسيشن. طيب على الهانجر كونتراكشن، طب دلوقتي نتكلم بقى على الريسبتيف ريلاكسيشن. اتكلمت على التونيك جاستريك ويفز، على الهانجر كونتراكشنز، طب الريسبتيف ريلاكسيشن محتاج اعرف ديفينيشن الفانكشن وايه اللي بيعمل لها انيشيشن. ديفينيشن يعني ايه ريسبتيف ريلاكسيشن؟ يعني في ريلاكسيشن بيحصل اون ريسبشن اوف فود. طيب ده من اهدافه الرئيسيه ايه؟ ان انا ما ازودش الانترا جاستريك بريشر مع استقبال المعدة للطعام. يبقى definition it is reflex relaxation of the fundus and the body of stomach in response to ايه؟ reception of food. فايدتها ايه؟ تسهل الريسبشن اوف بولس اوف فود without increase in intragastric pressure. طب ايه اللي بيعمل لها initiation؟ vagal reflexes conditioned and unconditioned. كونديشن دي يعني ايه؟ مشروطه بايه؟ انتاكت سيريبرال كورتكس، اكسبيرينس، بريفيس ليرنينج، اشم افكر
اسمع اقرا عن الايه، عن الاكل، هيزيد الايه اللي هي ريسبتيف ريلاكسيشن. انكونديشن تلاقي الاكل نزل ودخل على المعده، انكونديشن غير مشروط انبور، يبقى ريسبتيف ريلاكسيشن ممكن تكون فيجا ريفلكس او انكونديشن او انكونديشن، وممكن تكون نتيجه البلاستيسيتي اوف جاستريك ماسل، صفه متاصله في السموث ماسل اوف ذا ستومك بتخليها ديستند ريسبشن اوف فود تو ايه تو افويد انكريز ان الترا جاستريك بريشر. يبقى انا اتكلمت على التونيك جاستريك ويفز، على الهانجر كونتراكشنز، على الريسبتيف ريلاكسيشن. عرفت التونيك جاستريك ويفز بتحصل في البروكسيمال ايه سيجمنت فاندس والبادي، عرفت الهانجر كونتراكشن بتحصل في الفاندس، الريسبتيف ريلاكسيشن بتحصل فين؟ في الفاندس والبطن. يعني الثلاثه موفمنت الاولين غالبا بيحصلوا في البروكسيمال يونت. طب البريستاليتيك موفمنت مهمه جدا، بتيجي السؤال بريستاليتيك موفمنت ان ذا ستومك جاستريك بريستاليسيس. البريستاليتيك موفمنت ان ذا ستومك يهمني اعرف الاستيمولس الريسبونس الدايركشن والتايبس اوف جاستريك بريستاليسيس. بريستاليتيك موفمنت ان ذا ستومك يهمني ايه؟ الاستيمولس. الاستيمولس هو عباره عن ديستنشن اوف ستومك باي فود، هيؤدي الى ايه؟ استيميوليشن اوف ستريتش ريسبتورز ان ذا وول اوف ذا ستومك. يبقى الاستيمولس ديستنشن اوف ذا ستومك باي فود، جاستريك ديستنشن باي فود هيؤدي الى ايه؟ استيميوليشن للستريتش ريسبتورز ان ذا جاستريك وول. الريسبونس هيكون ايه؟ فيجو فيجر ريفلكس بريستاليس، يعني بريستاليسز السكه بتاعتها من خلال الفيجو فيجر ريفلكس. بمكانها فين؟ بتبتدي فين؟ ات ذا ميدل اوف ذا ستومك. يعني الثلاثه موفمنت الاولين كان في البروكسيمال ايه؟ يونت. البريستاليتيك موفمنت اوف ذا ستومك بتبتدي عند الميدل اوف ذا ستومك. الدايركشن بتمشي في انهي اتجاه؟ بروسيدز توورد ذا بايلوريك انترا ويز جراديوال انكريز ان سترينث، يعني ماشيه في الاتجاه الطبيعي ان الوردز، ماشيه في اتجاه البايلوريك انترا. وبتزيد قوتها تدريجيا. طب التايبس مهمه جدا. في عندي ثلاث انواع من الجاستريك بريستاليس. في جريندنج بريستاليسز تبقى عامله زي ميكسنج موفمنت لوكالايز ان بوزيشن، بتطحن البريستاليسز جريندنج، بتطحن جريندز فود انتو فاين بارتكلز، تبقى لوكالايز في مكان، لا بتزق الاكل اللي قدام ولا بترجعه في مكان، جريندنج بتطحن الاكل جريندز فود انتو فاين بارتكلز. تاني نوع اورديناري او بروبالسيف بريستاليس، بتزق الاكل بروسيد توورد بايلوريك انتر، ديت ايميتس فاين بارتكلز انتو ذا ديودرم، بتزق الاكل اتحركوا في اتجاه مين؟ الديودرم. تالت حاجه، حاجه اسمها انتي بريستاليس او بيتقال عليها بايلوريك ميل، تتسي الام اس كيو بايلوريك ميل او انتي بريستاليس، دي عباره عن بريستاليس ان اوبوزيت دايركشن، يعني بتمشي منين؟ من البايلوريك انترم في اتجاه الفانز عكس الاتجاه، وهدفنا فور ميكسنج اوف فود ويز جاستريك سكريش. ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه. لما الاكل يوصل خلاص للمعده اهو بتبتدي في الميد بوينت اوف ستومك هيبتدي البريستاليس، يبقى في ممكن يبقى في جريندنج موفمنت ميكسنج موفمنت موجوده، ميكسنج ويف انيشيتد ان ذا بادي وذ ستومك بروجريس توورز ايلوريك ايه سفنكتر اللي هو البنكي لاين ده البنك ارم. تاني حاجه ذا مور فلويد بارت اوف ذا كايب از بوشد توورز ايلوريك سفنكتر، الجزء بقى الايه اللي هو ايه مور فلويد بارت اوف ذا كايب اللي بقى سائل قوي هيتحرك في اتجاه الايه؟ البايلوريك سفنكتر اللي هو البلو ارم. Whereas the more solid center of the كايم squeeze past the بريستاليسيس constriction back toward the body of the stomach، يعني بيحصل انتي بريستاليسيس للجزء اللي هو لسه سوليد اللي ما بقاش ليكوفايد. يعني انا هنا شفت هنا في جريندنج موفمنت جريندنج بريستاليسيس، وفي بريستاليسيس بروبالس بريستاليسيس للمور فلويد بارت، والانتي بريستاليسيس اللي هي السوليد بارت اوف ذا كايم اللي هو سنترال سوليد بارت اوف ذا كايم اللي هيتحرك يرجع تاني عشان يحصل بيتر ايه؟ بيتر دايجيشن. البريستالتيك ويفز اللي هي البيربل ارو رقم ثلاثه اهي موف ان ذا سيم دايركشن اند ان ذا سيم واي از ميكسنج ويفز بات ار سترونجر، اهي بيستالتيك موفمنت تروح في نفس الاتجاه.
Again, the more fluid part of the coin is pushed towards the pyloric region. المور فلويد بارت هيتحرك في اتجاه البايلورس علشان خاطر يفضي من خلال مين؟ الايه؟ البايلوريك سفنكتر. Whereas the more solid center of the coin squeezes past the peristaltic constriction back towards the ايه؟ the body of the stomach and the peristalsis. Peristaltic contractions force a few milliliter of the most fluid coin through the pyloric opening into the duodenum. هتلاقي الجزء ده هو ايه؟ الموست فلويد بارت هيفضي محتواه من خلال البايلوريك سفنكتر into the ايه؟ the duodenum. Most of the time including the more solid portion is forced back towards the body of the stomach for further mixing اللي هي الانتبريستاليس اللي هو اللي اليالو. يبقى انا واضح ان انا عندي في جريندنج موفمنت جريندنج بريستاليسيس في اوردينري بريستاليسيس وفي انتي بريستاليس. يبقى انا كده اتكلمت على التايبس اوف موفمنتس ان ذا ستومك سواء تونيك جاستريك ويفز هانجر كونتراكشنز بريسبتيف ريلاكسيشن وبريستاليتيك موفمنت. طيب الجاستريك ايميتنج مهمه جدا، تتسال سؤال قصير. الجاستريك ايميتنج لا خلي بالك with a mixed meal. mixed meal يعني ايه؟ اكله بقى فيها جميع انواع الطعام المختلفه، فيها كربوهيدرات، فيها ليبت، فيها بروتين، فيها stomach usually emits in about 3 hours through the pyloric pump which regulates the rate of gastric emptying. يعني خلي بالك في خلال 3 ساعات من الميكسنج الميكسد دايت تبدا المعده تفضي من خلال ها البايلوريك سفنكتر ولا من خلال البايلوريك بامب وتتحكم لي في الريت اوف جاستريك ايميتنج. تمام. اللي يهمني جدا بقى واللي بيتسال كتير قوي يقول لك فاكتورز افكتنج ريت اوف جاستريك ايميتنج. في فاكتورز موجوده في الاستومك، فاكتورز موجوده في الديودنم، وفي ايموشنال فاكتورز. لو بدات بالفاكتورز اللي موجوده في الاستومك وتافكت الجاستريك ايميتنج، مهم جدا الجاستريك ايميتنج. ايه اللي موجود في الاستومك بيأثر على الجاستريك ايميتنج؟ معدل ان المعده تفرغ الطعام بتاعها. يقول لك احنا في رمضان كل اكله ايه؟ ها؟ احبس كل فول في السحور، ليه؟ عشان يصبر معاك. يصبر معاك يعني ايه؟ يعني يدنه في المعده مده طويله. يعني بمعنى اخر التايب اوف فود ياثر. الكونسيستنسي اوف فود والفوليوم اوف فود، نبدا باول حاجه عند التايب اوف فود. لو واحد جه في السحور وشرب كوبايه عصير ونام، هيكون زي واحد كل طبق فول؟ طبعا لا. يبقى التايب اوف فود الكربوهيدرات از ذا موست رابيد زين بروتين فولود باي فات ان ايميتنج، يعني الكربوهيدرات بتفضي بسرعه، المعده تفضي بسرعه. لكن اكتر حاجه بتبطئ الجاستريك ايميتنج وتخلي الاكل يدنه في المعده مده طويله هي الدهون. الكونسيستنسي اوف فود از ليكويدز ار مور رابيد ان ايميتنج ذا ريت اوف جاستريك ايميتنج ديبيندز اون، يعتمد عليه بقى ها التايب اوف فود ديجري اوف ماستيكيشن سترينث اوف جاستريك بيستاس. يعني خلي بالك الاكل ده نوعه ايه؟ هل هو فات؟ هل هو كربوهيدرات؟ هل هو بروتين؟ تاني حاجه هل هو ممضغ كويس؟ يقول لك خلي بالك امضغ الاكل كويس عشان يعرف يتهضم. والجاستريك بريستاسس قوتها ايه؟ كل ده ياثر لي في الايميتنج. يبقى الكونسيستنسي اوف فود تركيبه الاكل، شكل الاكل ايه اللي في المعده؟ هل هو اتمضغ حلو؟ ما اتمضغش حلو؟ هل هو سائل فلويد؟ هل هو سيمي سوليد ولا سوليد؟ تالت حاجه للفاكتورز اللي موجوده في الاستومك بتافكت الجاستريك ايميتنج الفوليوم اوف فود. يعني منطقيا هل واحد ياكل كميه اكل صغيره زي متوسطه زي كتيره؟ قال لك خلي بالك المودريت فوليوم اوف كاين انكريزز ايميتنج من خلال حاجه اسمها فيجر ريفلكس ومن خلال الريليز اوف جاسترين هرمون، يعني دايركت وان دايركت ميكانيزم. لما الواحد ياكل كميه معقوله من الاكل الايه المعده ايه تفضي بسرعه. الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. اللارج فوليوم اوف كايم لما الواحد كايم اللي هو الاكل، لما الواحد ياكل كميه كبيره ادي لو اوفر ديستنشن اوف ذا ستومك. الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، ما يحصل اوفر ديستنشن اوف ذا ستومك هتقل الموتيلتي بتاعت الستومك فيقل الجاستريك ايميتنج. يبقى دي اول حاجه الفاكتورز از ستومك افكتنج جاستريك ايه؟ ايميتنج. عرفنا التايب اوف فود، كونسيستنسي اوف فود، اند فوليوم اوف ايه؟ فوليوم اوف فود. طيب
تاني حاجه اتكلم عنها فاكتور موجوده فين؟ في الديودرانت. قال لك خلي بالك ذا سيم رول اوف ذا ديودرانت اند كنترول اوف جاستريك اكسكيشن اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت، اللي هو الانتيرو جاسترون هرمون وريفلكس، وجود الاكل في الديودرانت، وجود الاتش سي ال في الديودرانت بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، انتيرو جاستريك ريفلكس اللي هو بيعمل ريفلكس ديكريز جاستريك اكسكيشن موتيليتي، وانتيرو جاسترون هرمون اللي هم الاربعه هرمون سيكريتين كولسيستوكاينين في اي بي جي اي بي، دول بيعملوا ايه؟ برضك بيعملوا لي ايه؟ بيقللوا الجاستريك سكريشن وموتيليتي، يعني هيقللوا لي الجاستريك ايميتي. ثالث حاجه الايموشنال فاكتورز. الايموشنال فاكتورز قال لك خلي بالك لو في فيسرال اند سوماتيك بين هيؤدي الى ريفلكس انهبيشن اوف جاستريك ايميتي. لما يكون واحد متالم عنده الم مغص شديد او عنده جرح شديد هيبقى الجاستريك ايميتنج ايه؟ يقل، ما يحسش بجوع بسرعه. ثاني حاجه depression and sudden fear هيؤدي الى ايه؟ ها؟ reflex sympathetic inhibition of gastric emptying. السمباثاتيك بيقلل جاستريك موتيليتي. فالديبريشن والسادن فير بيعملوا مايلد سمباثاتيك ستيميليشن. والسمباثاتيك المايلد سمباثاتيك ستيميليشن بتعمل انهبيشن للجاستريك emptying، يبقى سلو جاستريك emptying. امال الانكزايتي اند انجر اللي هم الدبل ايه؟ الانكزايتي اند انجر ده بيعملوا لي ايه؟ ها؟ افتكرك عشان ما تتوهش. الانكزايتي اند انجر دول بيعملوا سيفير سمباثيك ستيميليشن، الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتقل ضدها، فاكني عملت ريفلكس برا سمباثيك. اكنها عكست معايا، اكنها بدل ما هي سمباثيك، لا اكنها برا سمباثيك، فتعمل ستيميليشن للجسر كده. حطها في دماغك كده. الانجر والانكزايتي اثنين دبل ايه؟ فبيؤدوا الى سيفير سمباثيك ستيميليشن. يعني مجازا تعمل لي ريفلكس بارا سمباثيك اللي فيها دبل بارا اي 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 انجر واريكزايت، فتزود الجاستريك ايميتنج. يبقى الفاكتورز افكتنج جريت اوف جاستريك ايميتنج مهمه جدا. سيب سؤال قصير، فاكتورز موجوده في الاستومك اللي هي التايب اوف فود والكونسستنس اوف فود والفوليا اوف فود، فاكتورز ان ذا ديودرم اللي هو انتروجسترون ريفلكس وانتروجسترون هرمونز، والايموشنال فاكتور افكت اوف بين effect of depression and the sudden fear and effect of anger and anxiety. ناخد نفس عميق كده. كده انا اتكلمت على الجاستريك موتيليتي او الفوميتنج، وده مهم جدا، موضوع مهم جدا. محتاج اعرف ايه في الفوميتنج؟ محتاج اعرف ديفينيشن. ايه السنترز بتاعت الفوميتنج؟ ايه الكوزز وايه الميكانيزم وايه الافكت اند كومبليكيشنز؟ اول حاجه عايز اعرفها اللي هي ديفينيشن. كنا قلنا زمان ان السوالونج ان انا عايز ابلع الاكل احركه من الاورال كافيتي انزله للمعده من خلال الفارينكس والاسوفيكس. الفوميتنج العكس اللي هي اكسبالشن اوف جاستريك كونتنتس ثرو ذا اسوفيكس فارينكس اند ماوس، يعني انا اخرج بقى محتوى الاكل اللي موجود في المعده للشارع من خلال مين؟ من خلال الاسوفيكس والفارينكس والماوس. السنترز اوف فوميتنج في عندي تو سنترز، في فوميتنج سنتر في المطله اوبلونجاتا حفظ المكان بتاعه، وحاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. يهمني في الكيمو ريسبتور تريجر زون اعرف السايت الاستيمولاي اللي بتستيموليت الكيمو ريسبتور تريجر زون، والافكت اوف كيمو ريسبتور تريجر زون ستيميليشن، والافكت اوف ليجن اوف كيمو ريسبتور تريجر زون. اولا السايت الكيمو ريسبتور تريجر زون، خلي بالك ممكن يجي لك الاختصار سي تي زد اللي هو كيمو ريسبتور تريجر زون، ده كلوز تو ذا فوميتنج سنتر ان ذا مدلة اوبلونجاتا ان ذا ويل اوف ذا فورس فينتر، يبقى مكانها في المدلة اوبلونجاتا هي الاخرى. طب ايه الاستيمولاي فور كيمو ريسبتور تريجر زون؟ الايميتنج دراجز، ادويه بتعمل ايه؟ بتسبب القيء. الموشن سيكنس دوار البر. الميتابوليك ديسور بعض الميتابوليك ديسوردر زي الرينال فيلير مثلا زي الكيتو اسيدوز، ده الكيتو اسيدوز افكت اوف ايه؟ اوف كيمو ريسبتور تريجر زون ستيميوليشن. اما يحصل ستيميوليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون هتستيميوليت الفوميتنج سنتر. طب لما يحصل ليجن للكيمو ريسبتور تريجر زون هيؤدي الى لوس اوف فوميتنج ايه؟ ريفلكس. يبقى انا عرفت الديفينيشن والسنترز اوف فوميتنج. طب الكوزز اوف فوميتنج او بنقول عليها تايبس اوف فوميتنج. في عندي حاجه اسمها سنترال فوميتنج وحاجه اسمها ريفلكس فوميتنج. السنترال فوميتنج قال لك خلي بالك دايركت
ستيميوليشن اوف كيمو ريسبتور تريجر زون باي ذا فولونج بتؤدي الى سنترال فوميت. يعني فوميتنج ديو تو سنترال كوز سنترال ستيميوليشن اوف كيمو ريسبتور تريجر زون. يحصل ستيميوليشن لكيمو ريسبتور تريجر زون بايه فتعمل سنترال فوميتنج؟ بدراجز زي ايه؟ زي المورفين ايميتك دراج. في حالات الايرلي بريجنانسي الايرلي بريجنانسي الاستروجين والبروجستيرون اللي عاديين دول بيزود بيعملوا ستيميوليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون بتعمل فوميتنج. الدايبيتيك كيتو اسيدوزس الرينال فيلير الالكول درينكينج كل دول يعملوا لي ستيميوليشن دايت ستيميوليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون فتعمل لي سنترال ايه فوميتنج. قلنا بتعمل سنترال فوميتنج لانها عملت ستيميوليشن للايه دايركت ستيميوليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون راح تعمل ستيميوليشن دايركت. امال الريفلكس فوميتنج يبقى انا عايز اتكلم على ستيمولاي على افرنت على سنتر على افرنت على ريسبونس. ما جاء اتكلم يقول لك فوميتنج ريفلكس يبقى الريفلكس فوميتنج او الفوميتنج ريفلكس الاستيمولاي بتاعتي ايه؟ الاستيمولاي ممكن تكون ان كونديشند ستيمولاي اللي هي ان بورن ستيمولاي واحد مولود بها مش محتاجه بريفيس ليرنينج بريفيس اكسبيرينس مش محتاج انتاج سيريبرال كورتكس زي ايه؟ irritation of back of the tongue. لو انت لمست الباك اوف ذا تانج عملت له irritation او للفرنس ممكن تعمل فوميتنج. irritation of gastric mucosa واحد حريقه قهوه وشاي بيشرب شاي وقهوه كتير او بياكل حاجات بتهيج المعده زيوت وحاجات مقليه بزيت وتوابل وما اعرفش ايه او بياخد اسبرين ومسكنات كتير تعمل gastric mucosa irritation. او في ريتيشن للسيمي سيركولار كانالز اللي موجوده في الانر اير المسؤوله على ها المهمه جدا في الايكوليبريم دي برضك تعمل ستيميليشن ل الفوميتنج سنتر كيمو سنتر زي ما اقول. يبقى الريتيشن اوف باك اوف ذا تانج كاستريت ميكوزا او سيمي سيركولار كانال او السيفير فيسرال بين زي حالات الرينال كوليك باس كالو او ابندسايتس الزائده الدوديه او كوروناري ثرومبوزس جلطه في الكورونر كل ديت ان كونديشند ستيمولاي. طب كونديشند بقى مشروطه بانها اكوايرد محتاجه انتاجت ايه سيريبرال كورتكس محتاجه بريفيوس ليرنينج زي ايه الفيجوال ستيمولاي والفاكشن سايكينج زي ان انا مثلا على سبيل المثال ايه شفت حاجه تخليني ارجع شميت ريحه خلتني ارجع فكرت في حاجه خلتني ارجع كل ديت اسمها كونديشند ستيمولاي. الافرنت اكوردنج تو ذا سايت اوف ستيمولس يعني لو الاستيمولس في الباك اوف ذا تانج غير جاستريك ميوكوزا غير السيمي سيركولار كانال. طيب السنتر فوميتنج سنتر والكيمو ريسبتور تريجر زون واحنا قايلين الكيمو ريسبتور تريجر زون ممكن تبقى ستيميليتد بايه؟ بالسيمي سيركولار كانال اريتيشن بالسايكيك ستيمولاي هنا يعني الكيمو ريسبتور تريجر زون هنا في الريفلكس فوميتنج بتبقى ستيميليتد هنا بالايه؟ بالاريتيشن وسيمي سيركيولار كانال او بالسايكيك ستيمولاي. سايكيك ستيمولاي زي الواحد ايه يفكر في حاجه تخليه يرجع يقرا عن حاجه تخليه يرجع وهكذا. طيب الافرنت الكرينيال نيرفس اللي مسؤوله عن الفوميتنج ايه؟ الخامس والسابع والتاسع والعاشر وال 12 افتكرهم عشان بيتسال مش دول بس هنشوف حالا. يبقى الكرينيال نيرفس اللي هو الخامس والسابع والتاسع والعاشر وال 12 خامس وسابع وتاسع وعاشر واتناشر. خامس اللي هو ايه؟ الترايجينال والسابع الفيشيال والتاسع اللي هو الايه؟ ها؟ الجلوسوفارينجيا والعاشر الفيجاس والاتناشر بوك جلوسال نير. وايه كمان في الافرد؟ الفرينيك نير للدافران والسباينال نيرفز والابدومينالز كل دول داخلين في عمليه الايه؟ الفوميتنج. الريسبونس فوميتنج. يبقى انا عرفت الباسوي بتاع الفوميتنج ريفلكس مهمه جدا عرفت الكوزز اوف فوميتنج. طب الميكانيزم اوف فوميتنج بنعدي بثلاث مراحل مرحله النوزيا نوزيا يعني غمامان نفسي عايز ارجع ريتكينج او ريتشنج زي منطقه بقى ريتكينج اللي هي مرحله القع انك ايه بتحاول ترجع بس مش حاجه بتخرج والجاستريك ايفاكويشن بقى لا خلاص انا فضيت انا رجعت فعلا. اول مرحله النوزيا ومرحله النوزيا دي اسوشيتد ويز اوتونوميك ايه رياكشن بلاقي في سيمباثيتك ستيميليشن حصل فتلاقي في سلايفيشن تلاقي زياده في الهارت ريت تلاقي في سويتنج عرق وتلاقي الاستومك وول
از ريلاكسد وتلاقي في انتبريستاليسز ماي اوكيرنس ديودر، يبقى ده في البدايه مرحله الايه؟ غمامان النفس دي. طب الريتشنج او ريكنج ده زي ما بقول اباوت تو فوميت، بيحاول يعمل ايه؟ بقول عليه درايف فوميتنج، يعني ما بيرجعش وبيحاول يرجع بس مش حاجه بتخرج. بلاقي في انترميتنت كونتراكشن اوف ذا دايفرام اند ابدومينال ماسلز اجينست ايه؟ كلوزد لور اسفيجيال سفنكتر. هي دايفراجماتيك اوبرنج اند جلوتس ار اولسو كونتراكتد. يعني خلي بالك هو بيحاول يرجع. بتلاقي في انترميتنت كونتراكشن للدايفرام، الدايفرام بينقبض والابدومينال ماسلز بتنقبض عشان تحاول يفضي، ولكن اللور اسفنجال سكتر قافل، السكه قافله، والدافام الدافراجماتيك اوبننج اللي حواليها قافله، والجلوتس قافل اللي هو مدخل الجهاز التنفسي، مدخل اللارنكس قافل. فبالتالي هي حركه محاوله القيء ولكن السكه مقفوله ما بيرجعش. التالت مرحله الجاستريك ايفاكويشن، بتبدا بسترونج كونتراكشن ات انسجوره في اريا كده في الـ في الايه في الجاستريك وول، بتبقى ديبريزد كده على انسجوره زي حزام كده بيحوط بالمعده هنا كده، الانسجوره في حته كده زي ايه حزام هيحوط بالمعده، حته ديبريزد في الايه في الجاستريك وول بيتقال عليها انسجوره. بتبدا الكونتراكشن ات انسجوره سيبريتد سيبريتنج بادي فروم بايلوس، يعني خلي بالك كده الانسجوره في حته ديبريزد كده ما بين البادي اوف ذا ستومك اند بايلورس، اسمها انسجوره. الانسجوره دي بتسيبريت البادي اوف ذا ستومك اند بايلورس، يعني النقطه اللي بتفصل البروكسيمال يونت من الليت بارت اوف ديستال يونت. يبقى سيجوره سيبريتنج البادي from بايلورس يحصل عندها سترونج كونتراكشن، والكاردياك سفنكتر ريلاكس، المدخل بتاع الاستومك هيريلاكس اند ستومك وول از كومبليتلي ريلاكسد، يبقى المدخل بتاع الايه الاستومك بقى ريلاكسد اللي هو الكاردياك سفنكتر، والاستومك وول بقى كومبليتلي ريلاكسد، بقى الاستومك بقول عليها باسيف ستومك بتجهز نفسها انها تفضي المحتويات. ثم يحصل باورفول كونتراكشن اوف ذا دايفرام، الدايفرام هينقبض انقباض شديد هو والابدومينال ماسل والبلفيك فلور ماسل عشان يزودوا لي الانترا ابدومينال بريشر، فيحصل سكويزنج ريلاكسد سموث ماسل اند اكسبالشن اوف اتس كونتنتس انتو ذا ماوث، ويحصل انتي بريستاليسيس ميكر ان ذا اسوفجس. يعني انا دلوقتي عملت ايه؟ كونتراكشن ات ذا انسيجور اكسلريتنج بادو فور ذا بايلورس في المسافه ما بين البروكسيمال والديستال يونت، في جزء ديبريزد كده اسمه انسجوره. الانسجوره دهيت بيحصل كونتراكشن عندها علشان تعمل ايه؟ عشان تشتغل وكانها سفنكتر تمنع ان الاكل يتحرك في اتجاه البايلورس، عشان ما يحصل ايه؟ الكونتراكشن الجامد ده يزق الاكل في اتجاه مين؟ يتزق في اتجاه البروكسيمال يونت اللي هي الفاندس، ويخرج بعد كده في اتجاه الاسوفجس. هيبقى مصحوب بريلاكسيشن للاستومك وول والكاردياك سنتر بتاع الاستومك، وكونتراكشن للابدومينال وول ماسل والديافرام والبلفيك فلور ماسل عشان يزود لي الانترا ابدومينال برجر فيزق الاكل في اتجاه الماوس. قال لك ديورنج فوميتنج البروتكتيف ريفلكسز اللي كانت بتحصل مع السوالو، فاكر البروتكتيف ريفلكس الواحد بيبلع الاكل، يحصل ترانزيانت ابنيا، بيحصل ايه؟ الليفيشن اوف ذا سوفت بالت عشان ما يروحش الاكل من النوز، يحصل كلوجر اوف ذا، كل ده هو بيحصل مع الفوميتنج، اللي بيحصل مع السؤال بيحصل مع الفوميتنج. ديورنج فوميتنج في بروتكتيف ريفلكسز زي اللي بتحصل في السوالونج ريفلكس، زي الاليفيشن اوف سوفت بالت، زي الكلوجر اوف ذا جلوتس. هو وين ستومك از ايميتيد؟ طب افرض بقى ان الواحد عايز يرجع والمعده فاضيه اصلا، فتلاقي ممكن يحصل انتبريستاليس لو الحكايه جديده او لو الفوميتنج جديد، ممكن يحصل انتبريستاليستيك ويفز ماي درايف انتستاينال كونتنتس انتو ذا ايه؟ انتو ذا ستومك. يعني ممكن المكونات الامعاء الدقيقه يعني الاكل القايم والبايل جوس اللي موجود في السمول انتستين يخرج من خلال الاستومك بالانتبريستاليس. يبقى لما ابص كده على الصوره اللي قدامي هتلاقي عندي ايه؟ هذا الايه؟ المعده اهي.
عند المسافه الفاصله ما بين البادي هنا بتاع الاستوما والبايلورس حاجه اسمها انسجور، حته ايه داخله لجوه كده يحصل عندها كونتراكشن علشان تمنع ان الاكل يمشي في الاتجاه بتاع الايه الدينر، عشان بعد كده ما يحصل كونتراكشن فيها وزياده في الانترا ابدومينال بريشر هتزق الاكل في اتجاه مين؟ ها؟ زق الاكل في اتجاه البروكسيمال يونت اللي هو ريلاكسد، وفي اتجاه الكاردياك سفنكتر اللي هو اللور اسفجيال سفنكتر يحصل في ريلاكسيشن، ثم الاكل هيخرج من خلال الاسوفجاس ممكن يحصل فيه انتبريستاليسيس ويحصل البروتكتيف ريفلكس الاكل يخرج من خلال الاورال كافيتي. يبقى ديت الايه الميكانيزم اوف ايه اوف فوميتنج. طيب لو واحد عمل حصل له اكسسيف او سيفير فوميتنج ايه المشاكل بتاعته؟ يبقى افكت اند كومبليكيشنز اوف فوميتنج بالذات لو هو اكسسيف او سيفير فوميتنج. ممكن يحصل ديهايدريشن. ليه؟ نتيجه لوس اوف سيكريشنز، ده قاعد يفقد سيكريشنز كتير مع السيفير فوميتنج بتعمل ديهايدريشن. ممكن يحصل الكاليميا، يعني ايه البي اتش بتاعت البلاد تعلى ولا تقل؟ تزيد. ليه؟ due to loss of acid. واما الاسيد بيفقد من ناحيه انا فقدت الاسيد ومن ناحيه لما اجي اصنع الاسيد resynthesis of acid is associated with increased alkaline tide in plasma اللي اتكلمنا عليه واحنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت في الجاستريك سكريشن، كل جزيء اتش سي ال بيتكون قصاده جزيء صوديوم بيكربونات بيدخل للدم يعني بيحصل حاجه اسمها الكالاين تايد بتزيد الالكالينيتي بتاعت البلاد، البي اتش بتاعت البلاد بتزيد، يبقى اول حاجه دايدريشن، ثاني حاجه الكالينيا. طيب ثالث حاجه ممكن يحصل تيتاني. تيتاني يعني معناها ايه؟ انكريز نيوروماسكولار اكسيتابيلتي ديوتو هايبوكالسيميا. طب الهايبوكالسيميا نقص الايونايزد كالسيوم في الدم ده سببه ايه؟ سببه الالكالينيا، لان الالكالوزيس بتعمل دي ايونايزيشن اوف كالسيوم. يبقى التيتاني بيحصل نتيجه الالكالينيا ويتش ديكريز ايونايزد كالسيوم. ثم ممكن يحصل نتيجه الفوميتنج هايبوكالينيا، هيقل البوتاسيوم ليفل. يبقى لما ابص على الصوره اللي قدامي ده الاكسسيف فوميتنج هيزود اللوس اوف بادي فلويدز انكلودنج جاستريك اتش سي ال. اما افقد بادي فلويدز كتير هيحصل هايبوفوليميا، هيبقى معاها دي هايدريشن. اما يحصل هايبوفوليميا هيزيد الالدوسترون سكريشن فيؤدي الى هايبوكاليميا. طيب زياده الفلويد لوس انكلودنج جاستريك اتش سي ال يبقى انا محتاج اصنع جاستريك اتش سي ال تاني ريسنسيس اوف نيو جاستريك اتش سي ال، فهيزود الالكالاين تايب فيعمل ميتابوليك الكالوزيس. الميتابوليك الكالوزيس هتعمل ايه؟ هايبوكالسيميا وتيتان. والميتابوليك الكالوزيس كمان بتعمل ايه؟ شيفتنج اوف بوتاسيوم تو انتراسيلر فلويد فتعمل هايبوكاليميا. يعني الهايبوكاليميا اللي حصلت نتيجه الاكسسيف فوميتنج سببها حاجتين. اول حاجه ان الالدوسترون زاد فبيزود البوتاسيوم بص اليوري. تاني حاجه الميتابوليك الكالوزيس اللي حصلت دهيت بتعمل شيفتنج للبوتاسيوم تو انتراسيلولار ايه فيلم. يبقى انا كده اتكلمت في الفوميتنج على ايه؟ تكرار بيعلم مين؟ الشطار. اتكلمت على ديفينيشن للفوميتنج، اتكلمت على السنترز وفوميتنج، على الكوزز، على الميكانيزم، على الافكت اوف اند كومبليكيشنز اوف فوميتنج. تو سمرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه، انا اتكلمت على التايبس اوف موفمنتس از ستومك اوف ذا ستومك، على الفاكتورز افكتنج جاستريك ايميتنج، على الفوميتنج اند اتس كوزز، على الفوميتنج ريفلكس، على الميكانيزم اوف فوميتنج، على الافكتس اند كومبليكيشنز اوف اكسسيف فوميتنج. ناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو. اول سؤال عندي كيمو ريسبتور تريجرزون از بريزنت ان ويتش بارت اوف ذا نيرفس سيستم. شاطر رقم سي من الابلنجات. السؤال اللي بعد كده excessive vomiting is complicated by which of the following. فكر كده. شاطر رقم دي تيتاني. السؤال اللي بعد كده which one of the following occurs during vomiting. اثناء الفوميتنج ايه اللي بيحصل؟ فكر كده ايه اللي بيحصل. ها هل soft palate is depressed؟ لا. glottis is open؟ لا. respiratory is impaired؟ لا. الابر اسوفجيال سفنكتر از ريلاكسد؟ اه طبعا، عشان السكه ايه تفضى، عشان ايه نخرج الاكل نعمل فوميتنج. يبقى رقم دي. ويتش اوف ذا فولوينج اسيد بيز ديستربنس اوكيرز ويز اكسسيف فوميتنج. لسه قايل بيحصل حاجه اسمها ميتابوليك الكالوزيس اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده
which one of the following is a feature of gastric motility؟ هل الجاستريك بالسيل ستارت ات ذا كاردياك ريجون؟ هانجر كونتراكشن اوكير باي هايبر جلايسيميا؟ ريسبتيف ريلاكسيشن از انيشيتد باي فيجر ريفلكسز؟ ولا التونيك جاستريك ويفز اوكير از باي لورس؟ طبعا الاجابه رقم سي. ريسبتيف ريلاكسيشن از انيشيتد باي فيجر ريفلكس. طيب which one of the following is a feature of gastric emetic؟ intake of large volume of food fasted. fasted يعني يزول. gastric emetic لا. proteins are the most rapid to leave stomach. لا. carbohydrate. solid food leaves stomach more rapid than liquid. لا. الليكويد هي اللي more rapid. يبقى فاضل رقم دي اللي هي well masticated food leaves stomach more rapid. اللي هي رقم دي هي الصح. السؤال اللي بعد كده. which cranial nerve is excluded to be involved in the vomiting mechanism؟ excluded يعني ايه؟ تستبعد، يعني ما بيحصلش معاه. فكر كده هتبقى رقم ها ها شاطر رقم ثلاثة اللي هي رقم ايه؟ which one of the following is a feature of vomiting؟ هل الابدومينال وول ماسل ريلاكس فاسيليتيت ات؟ لا. كيمو ستو تارجا زون از بريزنت ان بونز؟ لا. ده موجوده في المضل. الهايبر كاليميا از ون اوف ذا اتس دينجرس كومبليكيشن؟ لا. ما عادش الا رقم دي اللي هي vomiting center is present in the ايه؟ مضله اوبلونجات. يبقى الاجابه رقم دي. السؤال اللي بعد كده. which one of the following is a complication of vomiting؟ مين اللي complication للvomiting؟ فكر كده شاطر رقم بي هايبوكاليميا. السؤال اللي بعد كده. which one of the following represents Laplace's law؟ if B is intragastric pressure، R is radius، T is tension in gastric wall. يبقى الاجابه رقم ها P اللي هي ال P بتساوي 2 T على ال R. السؤال اللي بعد كده. gastric basic risk is characterized by which of the following؟ هل هو intrinsic electrical activity of smooth muscle؟ ايوه هي دي الصح رقم A. السؤال اللي بعد كده. which of the following is the rate of basic electric rhythm in the stomach؟ ايوه هي رقم A هي 3 cycles per minute 3 ل 5. يبقى الاجابه رقم A. السؤال اللي بعد كده. tonic gastric waves are characterized by which of the following؟ هل هما strong irregular؟ لا ده weak regular gastric contraction. يبقى دي غلط. اوكير افتر ميل؟ لا امت ستومك. اوكير ات فاندس اند بادي اوف ستومك؟ ايوه هي دي الصح يبقى رقم سي. السؤال اللي بعد كده. هانجر كونتراكشنز هاف ويتش فيتشر؟ هل اوكير ان ذا بايلورس؟ لا. ريتش ماكسيمال انتنسيتي وذين 24 اورز؟ لا. انكريزد ويز هايبر جلايسيميا؟ لا. اتروبين انجكشن ابوليش ات؟ ايوه هي ديت. يبقى الاجابه رقم دي. السؤال اللي بعد كده. which of the following represents pyloric mill؟ pyloric mill هي الانتي بريستاليس. ايوه خلاص هي اتعرفت خلاص اهي. The gastric anti بريستاليس الاجابه رقم بي. السؤال اللي بعد كده. gastric emitting is increased by which of the following؟ هيزيد بايه؟ ايوه شاطر اللي هي رقم دي اللي هي انكزايتي. لما انا قلت لك الدبل ايه الانكزايتي والانجر الاثنين بيعملوا سيفير سمباثيك يعني باراسمباثيك ستيميليشن يعني زودوا لي الجسر كلمه. يبقى الاجابه الصح هي دي. ادي الانسر كي بتاعتنا كده بقت الحاله واضحه. سيفير ابدومينال بين ده بيعمل ستيميوليشن للفوميتنج سنتر فيعمل ايه؟ فوميتنج. انا عندي دلوقتي ايه؟ عرفت النهارده ان البين سيفير ابدومينال بين ممكن يكون سبب من اسباب الايه؟ الفوميتنج. لما نرجع ايه للكوزس اوف بين عشان تركز كوزس اوف فوميتنج قلنا سيفير فيسرال بين زي الابندسايتس دي تبع انهي بارت اللي هي الانكونديشند ستيميلات تبع سيميشن للفوميتنج سنتر يبقى دي تعمل لي ايه؟ الفوميتنج. وعرفت منها ايه هو الفوميتنج عرفته كديفينيشن عرفته ككوزس عرفت كميكانيزم عرفت ككومبليكيشنز وادي الريفرنسز بتاعي. ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.